أطلقت وزارة التخطيط فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن بناء الإنسان يعد من توجه الدولة، خاصة في ظل توجيهات الرئيس للحكومة بأن يكون على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية. ولأن بناء الإنسان يعد في القلب من توجه الدولة المصرية، خاصة في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بأن يكون بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية، فقد تضمنت خطة الإصلاح الإداري للدولة محوراً رئيسياً لتنمية القدرات والتدريب لمختلف المستويات الوظيفية بهدف إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتأهيل الشباب للقيادة في إطار الاستثمار في أهم مورد وهو الاستثمار في البشر، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمنح الدراسية المختلفة، ومن بينها برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلاسكا مصر، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب برعاية السيد رئيس الجمهورية.